متتبعين ديالي كاملين، اي واحد كطلب الدرية الصالحة الله يفرح الله يفرح، عملته باش ما يبقاش فيها هاد الحريق الزحيم كيجي منه وكيمشي. الله يفرحكم يا ربي يا ربي. اول مره كنحضر على فاطمه الزهراء كتولد واحد الاحساس، واحد الاحساس غادي نقول لك. اول حاجه الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. زوج الوليدات اللي عندي مريم وعمران كانوا خلقوا لي في سبته. مريم ما كنتش حضرت عليها، كانت فاطمه الزهراء وحده الله يسمح لي منها، كانت يعني شي ظروف ما حضرتش. ود عمران كنت حضرت، ولكن واخا حضرت ما حضرتش بحال سبحان الله بحال هاد الوليد هذا. المهم اخوان صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا لاباس عليكم بخير. المهم فاطمه الزهراء فيها الحرق، الله يعطيها وقفه سهله وانتم الله يفرحكم والله يسهل عليكم، واللي كيتمنى شي حاجه في خاطره الله يعطيها له يا سيدي ربي. المهم كيف ما كتشوفوا هذه 7:30 الصباح وحنا باقيين فايقين، اعطى الله وهذا الحمد لله، الله يفرج عليها والله يسهل عليها يا سيدي ربي. الله يفتح عليكم كيف ما فتح هاد القمر وهاد الصبحية هادي، الله يسهل عليكم الإخوان كاملين. المهم خليكم مع هاد المنظر، إن شاء الله بدا كيطلع الصباح هذا، إن شاء الله بدا كيطلع الصباح. يا ربي العفو يا حنيني هاد الزحيم هذا، كندي معاكم كاملين الله يفرحكم الله يفرحكم يا ربي، الله يفرح جميع المسلمين الله يفرح جميع المسلمين، نقدر اشي نقف الله يفرحكم الله يفرح نفسي الله يرزق بالتوام متتبعين ديالي كاملين، اي واحد كطلب الدرية الصالحة الله يفرح الله يفرح، عملتو باش ما يبقاش فيها هاد الحريق الزحيم كيجي منه وكيمشي. الله يفرحكم يا ربي يا ربي، يفرح لمياء ديالنا وإجلال وستي، يفرح متتبعين كاملين ديالي، الله يفرح على الأخت من سيطوان اللي داي معايا تجمع الشمل ديالنا، فرقونا الله يجمع الشمل ديالكم يا ربي يا ربي العافية يا ربي. السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم، كلشي بخير، الأحوال طيبة، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. مهم كيف ما شفتوا الفيديوهات اللي فاتوا، شكرا لكم وشكرا على الدعوات ديالكم اللي دعيتوا مع فاطمه الزهراء. حتى انا من هذا المنبر كنقول لكم جميع نساوات اللي كيطلبوا الذريه الصالحه الله يسهل عليهم الله يفتح عليهم يا ربي، ولا لا تحرم اي واحد من الذريه ان شاء الله يا سيدي ربي. واللي مقبلين على الولاده كنقول لكم ربي يعطيكم وقفه سهله ان شاء الله، وتفرحوا بوليداتكم ويفرحوا معكم الوالدين ان شاء الله يا سيدي ربي. وتحيه للناس كاملين اللي دعوا مع فاطمه الزهراء، وفي التعليق ديالهم كامله كيقولوا الله يعطيك وقفه سهله الله يعطيك وقفه سهله، كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير. الحمد لله جاب الله التيسير وعطاها ربي وقفه سهله، اللهم لك الحمد. غادي نقول لكم يوي وفرحان فرحان الحمد لله يا ربي، ولا لا تحرم اي راجل من هذه النعمه هذه بالنعمة الأولاد. وكيف ما شفتوا فيديوز اللي قدامين يعني كانت قد لكم عند العزري، الحمد لله رزقنا الله سبحانه وتعالى بمولود جديد لنا هو ذكر، إن شاء الله يتربى في العز ديالنا ويكون في صحة جيدة إن شاء الله يا سيدي ربي، ويقدرنا باش نكونوا معهم إن شاء الله، ويكونوا من أهل الجنة إن شاء الله يا سيدي ربي، ومن أمة سيدنا محمد، والله يكبرهم في طاعة الإسلام إن شاء الله يا سيدي ربي، ديالنا وديالكم ووليدات جميع الأمة الإسلامية. المهم إخوان شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ربي يحفظكم والله يجازيكم بخير. هذه الفرحة ما تصورش إيش غادي نقول لكم. يعني أول مرة كنحضر على فاطمة الزهراء كتولد، واحد الإحساس واحد الاحساس غادي نقول لك. اول حاجه الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين، وبالخصوص الام الله يسمح لنا من هذا الشيء ما غادي نقوله.
زوج الوليدات اللي عندي، مريم وعمران، كانوا خلقوا لي في سبته. مريم ما كنتش حضرت عليها، كانت فاطمه الزهراء وحده، الله يسمح لي منها، كانت يعني شي ظروف ما حضرتش. ودي عمران كنت حضرت، ولكن واخا حضرت ما حضرتش في حال، سبحان الله، في حال هذا الوليد هذا، يعني باقي ما عندوش الاسم، ما نقدرش نقول ما حضرتش في حال هذا الوليد هذا. واحد الاحساس شحال نقول لكم، كتحس بالابوه وكتحس بالالم وكتحس بالمراه سبحان الله كيفاش كتعذب، وبالوالدين كيفاش كيتعذبوا. الله يسمح لنا منهم، الله يسمح لنا منهم هذا الشيء ما غادي نقولوا. الله يجعلنا يا سيدي ربي ويجعلهم في الجنه ان شاء الله، هذا الشيء ما غادي نقولوا. فاطمه الزهراء الله يسمح لنا منك، تعذبت شي شويه ولكن الحمد لله، الحمد لله. كنا خوفانين من حاجات اخرين، كيف ما كتشوفوا كانت عندها المراره، وكنا خوفانين يعني يوقع شي اوبراسيون على غفله، يعني مع داك الزحايم كما كيقولوا، يعني تقدر عاوتاني يتزاد عليها الحال وتكون عمليه اخرى. الحمد لله ربي سهل علينا بالدعوات ديالكم والدعوات الناس جميع والوالدين، ربي سهل. علاش كنقولوا دائما الانسان يدعي مع اخاه المسلم وربي كيستجب؟ ما تقولش يا انت اش غادي ندعي، انا اش غادي ندعي، لا، ادعي مع اخاك المسلم وربي غادي يستجب لك بالدعوات ديالكم ورضا الوالدين والدعوات الوالدين والرضا الله سبحانه وتعالى. جاب الله يرفقك بخير وعلى خير، الحمد لله، بدون عملية بدون أي حاجة، الحمد لله. المهم أنا فرحان وشكرا للناس اللي دعوا معاك، حتى انت الناس اللي دعيتي معاهم، كل لهم الله يعطيكم وقفة سهلة حتى انتوما، الله يفتح عليكم، الله يرزقكم كل ما كتمناو إن شاء الله. آمين. الولد الثالث، كما الأخبار اللي غادي تعرفوا واش غادي نصوني على الوالدة، ما قلنا حتى شي واحد، جينا أنا وفاطمة الزهراء كيف ما شفتوا ديك اللقطة على الصباح. المهم الحمد لله، غادي نصوني على الوالدة وغادي نفرحوها. شنو أنا صونيت عليها وقطعت؟ لا، هي كتصوني. قولها فاطمة الزهراء فيها العرق. السلام عليكم. ما كي سمحتي، لاباس بخير؟ كلشي مزيان، صحة بخير؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله. كي سمحتي، لاباس بخير؟ الحمد لله، انت مزيان، اللهم لك الحمد، كلشي بخير، الحمد لله. هكا مجبدة ولا؟ شحال عندك مهلوكة؟ مهلوكة شحال، ساعة ساعة كي شكرني هادشي كي. ايوا الله يشافي ويعافي، الله يشافي ويعافي. ربي يهديك. امين يا رب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أحد. الله واحد، لا انتينا الاولى عاد تشوفوا، انتينا الاولى غادي تشوفوا. امين، 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 امين. غير دابا عاد شويه. الطبيب وقتل غير هاد اليومين، يعني غدا بعدو على حسب الحالة. ايوا في الصباح شبرا شبرا الحال. لا مزيان الحمد لله، اه مالك الحمد، الحمد لله. اه انا وياها، لا ما قلنا حتى شي واحد. شبرا الحال، شبرا الحال في الصباح.
ما اشرب القيلة ديك الساعة قبل ما قبل يدوي الفجر الحلوى قبل فيها. الفجر قبل الفجر ديك الساعة البارحة. الحمد لله الحمد لله على فكك ديال الحمد لله الحمد لله هذه بحال كرامة الله الحل العزيز. الحمد لله الحمد لله على السلامة ديالها ايوا ربي يخليكم الله يخليكم ويحفظكم ويشكرنا معاه. آمين. لا مزيان، لا لا مزيان، ايوا صافي يا مريلا نخلي نمشي نجيب له واحد التوبة. هاهي شغادي غير شي توبة وصافي، قالت لي خصو شي توبة صغيرة. الله يسلمك ومبروك عليكم حتى نتوما. آمين آمين آمين.